أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباجي الغربي بمحافظة الأقصر بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف. تهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. احنا النهارده موجودين في محافظه الاقصر، ودي مش اول قافله لينا داخل جنوب الصعيد. احنا كنا لسه من يومين في محافظه اسوان، ولسه ان شاء الله مستمرين في محافظه قنا الاسبوع القادم. والقوافل ستر وعافيه بدات منذ انشاء التحالف في شهر 3 سنه 2022، واحنا عملنا اكتر من قافله داخل محافظات الجمهوريه. بيتم من خلال هذه القافله تقديم عده خدمات متنوعه زي خدمات الصحيه، ودي تتمثل في الكشف الطبي في جميع التخصصات، بالاضافه ان احنا بنوزع علاج وبنعمل تحاليل طبيه واشعاعات، وبنوزع اللي هي الادوات التعويضيه والكراسي وسماعات الاذن. في كمان عده انشطه زي كرنفال الاطفال اللي بيبقى موجود. انا بنشارك النهارده بفعاليات من مبادره ازرع، مبادره ازرع بدعم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وتنفيذ الهيئه القبطيه الانجليزيه للخدمات الاجتماعيه. مستهدف المبادره زراعه مليون فدان من محصول القمح لعدد 500,000 مزارع، من ضمنها محافظه الاقصر بنستهدف فيها 10,000 فدان لعدد 5,000 مزارع. النهارده الهيئه في قافله ستر وعافيه رقم 28 بالاقصر تحت مظله ورعايه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. النهارده بنقدم مدخلات كتيره جدا داخل القافله من برامج مختلفه للهيئه. عندنا برنامج تاهيل اشخاص ذوي الاعاقه، بنقدم لندوه توعيه للاسر، بنكون بنقدم لهم الحقوق الخاصه بيهم اللي بتكفلها الدوله، بنوعيهم بيها، وكمان بنوعيهم بازاي يتعاملوا مع الاشخاص ذوي الاعاقه اللي معاهم في الاسره.